يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه الحاديه والستون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغه سالتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام, الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف فنك. فنك. لو, حزن لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب موحش الدرب يا إمام يعني. موحش. موحش موحش يا, يا إمام يا الدرب موحش يا إمام يا لا صديج ولا رفيق سأبقى أودع, أودع المغادرين وأستقبل, وأستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز, عزيز علي, علي يا إمام عزيز, علي, علي, يا عزيز, علي, عزيز علي, علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي ان يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فَتُلقى هذا هو الجزء السابع من حديثي الذي عنونته المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم لاجل ان انتفع من الوقت لن اعيد ما تقدم من كلام في الحلقه الماضيه لكنني ساستمر في نفس الاتجاه كان الحديث في اخر الحلقه عن العلائق والروابط التي اشار اليها الكتاب الكريم في اياته ما بين الجن والانس دوله سليمان انموذج واضح للعلاقه المتواصله بين الجن والانس في سوره النمل وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون انها الايه السابعه بعد العاشره بعد البسمله الحديث عن دوله سليمان حديث عن وسيله ايضاح مصغره ومصغره جدا لدوله القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه سامر على بعض الايات التي ذكرت لنا لقطات من شؤون واحوال دوله سليمان النبي في سوره النمل في الايه السادسه بعد العاشره بعد البسمله وورث سليمان داود فداود كان ملكا قبل سليمان وداود صار ملكا بعد طالوت هذه الدوله ابتدات بطالوت وبعد موت طالوت صار الملك لداود وبعد داود صار الملك لسليمان وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين هذه لقطه من دوله سليمان فالطيور جزء من رعيته في هذه الدوله وجزء من عسكره وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير هناك لغة للتفاهم مع الطيور الآيات صريحة علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء والقضية لا تقف عند منطق الطير فالطير جزء من عسكره وهناك نظام شديد في محاسبة هؤلاء الجنود الهدهد طير من هذه الطيور الكثيرة بحسب الاحاديث التي عندنا عنهم صلوات الله عليهم وظيفه الهدهد تشخيص مواطن وجود الماء في باطن الارض الهدهد يمتلك هذه القابليه ولكن لا بد من برنامج للتفاهم معه ولذا جاء هذا البرنامج علمنا منطقه الطير سليمان كان ينتفع من خبره الهدهد في تشخيص مواضع تجمع المياه في باطن الارض، الروايات تقول من ان سليمان ما كان على علم بمواضع المياه هذه ولذا كان يستعين بالهدهد مع علم سليمان الوسع بحسب زمانه فهو نبي من الانبياء لكنه لم يكن مرسلا ولم يكن من اولي العزم فلا هو من اولي العزم ولا هو من اصحاب الرسالات لم يكن مرسلا كان نبيا معصوما كان نبيا حكيما وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء وأتينا من كل شيء بحسب زمانه وبحسب حاجته هو وبحسب حاجة دولته وبحسب خصائص تلك الدولة العجيبة يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير صورة مهولة حشروا جميعا حشروا حشرا عسكريا ليست الغرابه في اجتماع الجن مع الانس مع الطير امر غريب لكننا اذا نظرنا الى دوله سليمان فليست الغرابه هنا اجتماع الجن مع الانس مع الطير في صفوف منظمة عسكرية في قوة هائلة هذا الامر غريب في نفسه لكنه ليس غريبا بالنسبة لدولة سليمان انها دولة الغرائب والعجائب الصورة مهولة وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير الطيور هي الطيور بكل اشكالها والوانها والاناسي هم الاناسي هم ابناء ادم والجن اشكالهم تختلف عن الادميين قد يظهرون بمظهر مقارب للمظهر الادمي لكن بالجمله فان اشكالهم تختلف عن اشكال الادميين على سبيل المثال فان اعينهم تكون طوليه وليست عرضيه على سبيل المثال ابدانهم غزيره الشعر ليس كابدان البشر هناك مواصفات فيهم يختلفون فيها عن البشر وأشكالهم متباينة العفاريت تختلف أشكالهم عن غير العفاريت من الجن فهم على طبقات وهم أجناس وهم شعوب وقبائل على أي حال ليس الحديث عن الجن وعن خصائصهم الحديث عن دولة سليمان غريب أن يتكون العسكر السليماني في هذه الدولة الفريدة من نوعها بحسب ما مضى من التأريخ أن يتكون العسكر السليماني من الجن والإنس والطير ومن غير ذلك أيضا غريب هذا لكنه في الوقت نفسه ليس غريبا فهناك ما هو الأغرب ولذا قلت ليس غريبا أن يجتمع الجن والانس والطير في عسكر سليمان وليس غريبا ان يكون هناك تواصل مع الطيور عبر منطقها نحن في دوله الغرائب والعجائب وما الامر بغريب حينما يتم التواصل مع النمل حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فسمع صوتها مع انه لم يكن قريبا منها كان على وسيلته النقليه الطائره التي تسمى في بعض الاحاديث بالكرسي بالكرسي الطائر وفي بعض الاحاديث تسمى بالبساط بالبساط الطائر انه كرسي سليمان الطائر وانما يقال له الكرسي لان الذين يصعدون على هذه الوسيله النقليه العجيبه كانوا يجلسون على الكراسي عدد ضخم من الكراسي قطعا هناك كرسي مميز لسليمان النبي وهناك الكراسي المميزه للقاده وللزعماء وهناك الكراسي لسائر الجند من الجن والإنس لسائر جنده الروايات حدثتنا عن ذلك وسيله نقليه طائره عجيبه عجيبه غريبه فكان على كرسيه الطائر وهذه النمله رأت ان الكرسي الطائر سيحط على الارض ولذا اطلقت نداءها الى النمل يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حينما يحط بساطه الطائر فتبسم ضاحكا من قولها لقد سمع صوتها وهي في الوادي حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لأنهم. سينزل بهم بساطهم الطائر كرسي سليمان الطائر ذلك البساط العجيب ساحدثكم عنه بحسب ما جاء في احاديثنا الشريفه انا لا اريد ان اتناول كل ما جاء ذكره بخصوص دوله سليمان انما اردت ان ارسم لكم صوره تقريبيه لانها تشكل وسيله ايضاح مصغره لدوله امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إلى أن تقول الآيات في سورة النمل وهذه هي الآية العشرون بعد البسملة (وتفقد الطير) ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن وظيفة الطيور أن تشكل سقفاً لذلك البساط انه سقف حمايه وكل طير له مكانه الثابت في هذه السفره كان شعاع الشمس يدخل من مكان الهدهد لان الهدهد لم يكن موجودا فسليمان تفقد سقفه المصنوع من الطيور وما وجد الهدهد من أين يأتي شعاع الشمس هذا نظر إلى مكان الهدهد فلم يجده في مكانه وتفقد الطيرة متى تفقد الطيرة أثناء الطيران وحينما دخل شعاع الشمس من المكان الفارغ من صاحبه فنظر سليمان الى سقفه العجيب هذا فوجد مكان الهدهد خاليا فوجد مكان الهدهد خاليا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لماذا لا اراه هل هو غائب عن وظيفته هذا عسكر هذا جند هناك نظام فأين الهدهد هذا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا نظام عسكري وهذه الطيور قد أعطت عهودها بالطاعة وانضمت إلى عسكر سليمان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو ليأتيني بسلطان مبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد ما هي الا مدة يسيرة فجاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين الهدهد عنده معلومه سليمان لا يمتلكها بين الهدهد المعلومه التي جاء بها إني وجدت امراة لقد جاء بنبإ من سبأ من اليمن وجئتك من سبأ بنبإ يقين إني وجدت امراة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم عرش مميز تستمر الآيات إلى أن تأتينا الآية السابعة والعشرون بعد البسملة وما بعدها قال من الذي قال؟ سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين سليمان لم يكن على علم قلت لكم دولة سليمان وسيلة إيضاح مصغرة وسليمان لم يكن من المرسلين وسليمان لم يكن من أولي العزم كان نبيا معصوما عصمته بحدود علمه كان نبيا معصوما عصمته بحدود علمه اذ مدار العصمه مدار العلم فبقدر العلم تكون درجه العصمه من هنا فإن عصمه محمد وال محمد لا حدود لها انها عصمة الله لان علمهم علم الله هكذا نخاطبهم في الزياره الجامعه الكبيره ومن اعتصم بكم من اعتصم بكم من اعتصم بعصمتكم ما هي النتيجة؟ ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. لأن عصمتهم هي عصمة الله، علمهم علم الله. فحينما نتحدث عن العصمة عصمة محمد وآل محمد شيء، أتحدث عن محمد وعليّا وفاطمة أئمة الأئمة وعن الأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم من أولهم إلى آخرهم من محمدهم المصطفى إلى القائم الحجة المهدي الائمه المعصومون الاربعه عشر هؤلاء عصمتهم عصمه الله لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك مثلما جاء عن امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في دعاء شهر رجب عصمتهم هي عصمة الله ومن اعتصم بكم اعتصم بعصمتكم فقد اعتصم بالله هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة عصمة اوليائي محمد وآل محمد كعصمة العباسي كعصمة علي الأكبر كعصمة عقيلة العقائل زينب الكبرى كعصمة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر المعصومون من اوليائهم المعصومون من شيعتهم من اهل بيتهم فهؤلاء شيعه الائمه المعصومين الاربعه عشر هؤلاء عصمتهم يمكننا ان نقايسها بعصمه الانبياء وعصمة هؤلاء أعلى لكننا نستطيع أن نقايسها بعصمة الأنبياء أما عصمة الأئمة الأربعة عشر فتلك هي عصمة الله ذلك موضوع آخر بالكامل لا وجه للمقارنة بين عصمة محمد وآل محمد أتحدث عن الأربعة عشر له وجه للمقارنة والمقايسة هذا هو التعظيم وحذاري حذاري من مزبلة حوزة النجف حذاري من التقزيم هذا هراء ترك الأولى هراء الساهو وأمثال ذلك هذا هراء هؤلاء الأوباش في حوزة الطوسي سوت الله وجواهم في الدنيا والآخرة لا شأن لنا بعقائدهم المرجئية القذرة عصمة الائمه الاربعه عشر هي عصمه الله اللهم اني اسالك من جمالك باجمله اجمل الجمال ومن جلالك باجله ومن كمالك باكمله ومن عظمتك باعظمها هذه هي عصمه الله فاي وجه للمقايسه فيما بين هذه العصمه وبين عصمه الانبياء من شيعه محمد وال محمد الذين يشهد لافضلهم افضلهم نوح يشهد لافضلهم حمزه وجعفر وحمزه وجعفر يغبطان العباس ابن امير المؤمنين على منزلته يوم القيامه الروايات حدثتنا عن ذلك التعظيم التعظيم مسار التعظيم طلقوا مسار التقزيم ابتعدوا عن هذه القذاره ابتعدوا عن قذارات مراجع حوزة النجف وكربلاء، ابتعدوا عن قذاراتهم. ابتعدوا عن اوساخهم، عن مزبلتهم العقائدية. ابتعدوا عن هذه الجراثيم. ابتعدوا عن الضلال بعينه. العقيده السليمه هي عقيده التعظيم, التعظيم 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 اعود الى سوره النمل فهكذا قال سليمان للهدهد قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون راقبهم هذه الطيور تفتقت كل وسائلي قدرتها حينما كانت في جيش سليمان لم تكن بحالتها الاعتياديه التي نراها في يومنا هذا ليس الطيور فقط كل الكائنات فيها خزانه في تلك الخزانه قدرات مودعه هذه القدرات المودعه مخزونه لايام الله سيفجرها القائم صلوات الله وسلامه عليه مثلما يفجر خزائن الارض افليست الاحاديث تخبرنا من ان الارض ستلقي بافلاذ اكبادها هذا النفط لا قيمه له بالقياس الى افلاذ اكباد الارض ساعود اليه النفط يوجد قريبا من السطح اما افلاذ الاكباد فهي في الاعماق النفط كان يتسرب عبر القرون البابليون الم يعبدوا شارع الموكب في بابل عبدوه بالقير لان القير كان يخرج من عيونه وما أرض ذي قار في جنوب العراق إلا أرض فيها عيون قير فالقار هو القير فقيل لها أرض وصفت بهذا الوصف من أنها أرض ذات قار مكان ذو قار سميت بعد ذلك بذي قار فالقار هو القير وفي التعبير الشعبي العراقي يسمونها المقير المقير هي منطقه اور المقير من الجير وهو القير النفط كان يتسرب في المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية في السعودية في زماننا كان يتسرب من أرضها وكان الناس يعرفون ذلك لكنهم يتنفرون منه لقبح رائحته كانوا يستعملونه في علاج الامراض الجلديه لحيواناتهم وحتى لابدانهم في بعض الاحيان النفط هذا الذهب الاسود الذي غير وجه الحياه هذا ما هو من افلاذ اكباد الارض هذا قريب من سطح الارض، وإذا أردنا أن نأخذ النظريات العلمية بصدد تكونه، فلن يكون من أفلاذ أكباد الارض، فلقد تكون مما كان موجودا على وجه الارض اذا اردنا ان ناخذ بنظريه الغابات التي طمست او اذا اردنا ان ناخذ بنظريه البحار بحسب النظريات المتعدده في نشاه الذهب الاسود أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لكن الحديث في بعض الأحيان يجر حديثا آخر وسأعود إلى هذه المسألة فالأرض ستخرج أفلاذ أكبادها أو أن الأرض تخرج كنوزها، الكنوز هي الدفائن الثمينة التي تحفظ في مكان بعيد لا تصل إليه الأيدي. الأرض تخرج كنوزها، الأرض تخرج أفلاذ أكبادها، هذه التعابير عجيبة عجيبة سأعود إليها في قادم الحلقات وهكذا كل الكائنات حتى في الصخور والأحجار ما هذا الحديث عن الأرض فيها خزانة هذه الخزانة مفاتيحها بيد محمد وال محمد كل المفاتيح عندهم مفاتيح الغيب عندهم هم خزائن علم الله وهم خزان علم الله هم الخزائن وهم الخزان الخزائن هي الخزائن مواضع الخزن والخزان هم المسؤولون عنها هم خزنه علم الله وهم خزائن علم الله فمفاتح الغيب بايديهم انا لا اريد ان اذهب في هذا الاتجاه في حديثي فحينئذ ساحتاج الى وقت طويل جدا كي اعرض ما اريد ان اعرضه بين ايديكم في هذه الحلقه على اي حال اعود الى الهدهد فقدراته في العصر السليماني في الدوله السليمانيه تفتقت في ايامنا قدراته موجوده مخزونه تحتاج الى من يفتقها يخرجها اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سياتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنى عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس. في سوره سبأ في الايه الثانية بعد العاشرة بعد البسملة. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه إلى آخر ما جاء من تفاصيل أخرى أريد أن أقف عند هذه اللقطة ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ما المراد من الآية؟ اذا اردنا ان نعود الى اللغة فإنها مقفلة مقفلة ما المراد ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر إذا أردنا ان نطبق ما عندنا من معلومات لتفكيك هذا التركيب وهذا التعبير من حيث اللغه من حيث الادب فاننا سنضيع سنضع العديد من الاحتمالات وهي احتمالات ضعيفة الجملة مغلقة ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ما المراد من هذا؟ التفسير تفسيرهم صلوات الله عليهم لهذا بايعنا في بيعة الغدير لأن الذي لا يلتزم ببيعة الغدير كثولان النجف الذين يقال لهم آيات الله العظمى كهؤلاء الثولان فإنهم لن يعرفوا شيئا من حقائق القرآن لقد نقضوا بيعة الغدير هؤلاء الثولان تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية تبدأ في صفحة خمسمية وتسعة وأربعين بسنده وهو يروي عن أبيه علي ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن ابن أبي عمير عن هشام عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر هكذا أولها لنا التأويل هو عين التفسير وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هؤلاء هم الراسخون في العلم الصادق المصدق جعفر صلوات الله عليه هو الذي يقول ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، كانت الريح تحمل كرسي سليمان، هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل انها الوسيله النقليه الطائره العجيبه عجيبه عجيبة هذه الوسيلة هذه التي سقفها طيور عسكر الطيور كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر غريب هذا غريب هذا الامام هكذا يقول يقول من ان سليمان اذا اراد ان ينتقل بكرسيه الطائر ببساطه الطائر فان سرعه هذه الوسيله سرعه الكرسي السليماني الطائر تحسب بهذه الطريقه بايه طريقه في وقت الغداه وفي وقت العشي يقطع بطائرته العملاقه هذه يقطع ما تقطعه الريح في مده شهر فهو يتحرك عند الغداة باتجاه مكان ما ما المراد من الغداة الغداة بالضبط ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ونحن نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط فسليمان مقره في الشام الشرق الاوسط وقت الغداة فيه يختلف قطعا ما بين فصول السنة ولكنه لن يتجاوز الساعتين اطول مدة يمكن ان تكون في ساعتين فهو في وقت ساعتين يقطع مسافة اذا اردنا ان نعرفها لا بد ان نعرف المسافه التي تقطعها الريح في شهر واحد وعند العشي وعند العشي العشي يبدا من غروب الشمس الى ساعتين تقريبا بحدود الساعتين كوقت الغداه هذا هو العشي من غروب الشمس الى ساعتين تقريبا الى نهايه الثلث الاول اذا كنا نحسب الى منتصف الليل ولا نحسب الى وقت الفجر فهناك اكثر من حساب وانا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل وقت العشي من الغروب الى ساعتين هذا هو وقت العشي وقت الغداة من طلوع الفجر الصادق الى ساعتين في اقصى حد في اقصى حد وكذلك وقت العشي يختلف من زمن الى زمن بحسب فصول السنه وحتى بحسب الموقع من الارض لكنني اتحدث الان عن الشرق الاوسط اتحدث عن بلاد الهلال الخصيب عن بلاد الشام اتحدث عن الارض التي كانت فيها دولة سليمان فوقت الغداة في اقصى ما يكون ساعتان ووقت العشي كذلك في اقصى ما يكون فسليمان يتحرك في وقت الغداة في رحلة ما يقطع في وقت الغداة في الساعتين ما تقطعه الريح في شهر واحد سأحسبها لكم ويعود في وقت العشي او انه ينتقل الى مكان اخر في رحله اخرى فيقطع بوسيلته النقليه الطائره العجيبه هذه يقطع في ساعتي العشي ما تقطعه الريح في مده شهر واحد ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها رواحها عند العشي حينما يرجع وربما ينتقل الى مكان اخر ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الصادق صلوات الله عليه يقول كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغداة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهر تعالوا نحسب هذه السرعه وهذه المسافات ولكن قبل ان نحسب هذه السرعه وهذه المسافات القران اخبرنا عن ان طائره سليمان هذه تطير تارة بسرعة معينة وتارة أخرى بسرعة هائلة القرآن أخبرنا لست أنا إذا ذهبنا إلى سورة صاد في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة فسخرنا له الريحه لسليمان الحديث في قصه سليمان دوله سليمان تحدث عنها القران كثيرا لماذا هل يريد القران ان يحدثنا حديث المؤرخين انه يريد ان يقول لنا هذه وسيله ايضاح لدوله مهديكم فاعرفوا عظمة دولة مهديكم، واعرفوا مشروع مهديكم العظيم، لا تقزموا مشروع إمامكم كما يفعل سفلة المرجئة في حوزة الطوسي في الآية السادسة والثلاثين بعد البسملة من سورة صاد فسخرنا له الريح لسليمان تجري بأمره الكنترول موجود في البرنامج السليماني ليس بالضروره ان تجري بامره من شخصه بشكل مباشر، ما مر علينا في غرفه العمليات وقال عفريت من الجن وقال الذي عنده علم من الكتاب هذه المسؤوليات مقسمه الهدهد عنده مسؤوليه وهكذا سائر القادة فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء رخاء حيث اصاب حيث اصاب الى الجهة التي يريد ان يصل اليها اصاب صوب نظره اليها صوب ارادته باتجاهها الا يقال من ان السهم اصاب الهدف فقد حدد هدفه فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء رخاء انها تجري لينه رخوة هادئة هذه سرعة وهناك سرعة أخرى ولا يعني أن الحركة تقتصر على هاتين السرعتين القرآن لا يتحدث عن كل شيء وإنما يرسم لنا صورا هذه الصور بحاجة الى ان نتدبر فيها مثل ما يقول امامنا السجاد صلوات الله عليه ايات القران خزائن فيها ما فيها من اللآلئ والجواهر علينا ان نفتح هذه الخزائن لكن لا تتعاملوا مع هذه الخزائن بطريقه مراجع النجف اولئك قوم قلوبهم مقفله افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها قلوبهم مقفله المفاتيح اين المفاتيح عند محمد وآل محمد يا زرارة يا زرارة ذروة الأمر وسنامه، الباقر يقول يا زرارة ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هناك المفاتيح هناك باب الاشياء ذروه الامر وسنامه ومفتاحه وباب الاشياء عند الحجه ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء بهدوء رخوه لينه انها تجري بحسب حركتها الاعتياديه التي تسمى بالسرعه الطبيعيه في علم الطقس وفي دراسه طبائع الريح والرياح يصطلح هذا المصطلح السرعه الطبيعيه السرعه الطبيعيه هي السرعه الاعتياديه للريح كم هي في علم الطقس في علم المناخ كم هي سرعه الريح الاعتيادية الطبيعية ما بين 30 كيلو إلى 40 كيلو متر في الساعة، هذه هي السرعة الاعتيادية الطبيعية سموا ما شئتم بالمصطلح العلمي هي السرعة الطبيعية أو الحركة الطبيعية ما بين 30 كيلو الى 40 كيلو اذا صارت حركه الرياح اكثر من ذلك فقد تجاوزت السرعه الطبيعيه الذي يبدو من سياق الايه ومن لفظها ومما جاء في الروايات ايضا الذي يبدو فان السرعه هنا هي السرعه الطبيعيه فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب هذه حركه اما اذا كانت هناك مهمه هناك امر بالغ الخطوره فإن السرعة ستكون بنحو آخر في الآية الحادية والثمانين من سورة الأنبياء "ولسليمان الريح عاصفة 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 تجري" بامره الى الارض التي باركنا فيها انه يريد الرجوع الى العاصمه هناك امر مهم ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين الأرض التي باركنا فيها بالنسبة له الحديث عن عاصمته لكننا إذا أردنا أن نذهب إلى المعنى الأصل فإن الأرض التي باركنا فيها هي أرض النجف وكربلاء هذه الأرض لا اريد ان اذهب في هذا الاتجاه اريد ان ابقى بحدود ظواهر الايات وبحدود هذه اللقطات المقتضبه لانني اذا وجهت انظاري بهذا الاتجاه فسافتح لكم شلالا من المعلومات التي ستقودني الى العشرات بل الى المئات من الايات قطعا كل ذلك بهدايه حديثهم بهدايه تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعه الغدير ولسليمان الريح عاصفه هناك ماذا قرانا في سورة صاد رخاء رخاء في سورة صاد فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء رخاء حيث أصاب أما هنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره أيضا تجري بأمره الكنترول الاصل بيده عنده ولكنه يوزع المهمات ويقسم الماموريات ما بين الجن والانس والطير وغيرهم ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين إذن هناك أكثر من سرعة هناك السرعة العاصفة وهناك السرعة الرخاء مثل ما جاء في سورة صاد تجري بأمره رخاءً السرعه العاصفه مثل ما جاء في سوره الانبياء والسرعه الرخاء مثل ما جاء في سوره صاد العاصفه ايضا بحسب علم الطقس بحسب علم المناخ العواصف يقال لها عواصف إذا ما تجاوزت سرعة الريح المئة كيلو متر في الساعة من مئة وعشرين كيلو متر في الساعة فما فوق قد تصل إلى ما يقرب من ثلاثمائة كيلومتر في الساعة أكثر من مائة كيلومتر إلى ما يقرب من ثلاثمائة كيلومتر وربما تكون السرعة أكثر من ذلك فتعالوا نحسب بحسب هذه الأرقام. سأضع لسرعة الرخاء 35 كيلو متر بالساعه وسأضع للريح العاصفه 100 كيلو متر بالساعه بينما في الحقيقه السرعه العاصفه هي اكثر من ذلك بكثير المعدل المتوسط لسرعة العاصفة يقرب من 200 كيلومتر في الساعة لكنني سأحسب سرعة الرخاء 35 كيلومتر في الساعة وقد حسبتها على هذه الورقة وسرعة العاصفة 100 كيلومتر في الساعة الأمور تقريبية، القضية أعظم من هذا التقريبي والتصوير الجزئي، نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة السرعة الرخاء السرعة الهادئة مثلما قلت لكم أنا افترضتها ستكون 35 كيلو متر في الساعة لأنه في علم الطقس يفترضون من خلال المتابعة والملاحظة والدراسة العلمية والعملية يقدرون السرعة الاعتيادية ما بين 30 كيلو إلى 40 كيلو في الساعة أخذت متوسطا 35 كيلو متر في الساعة نضرب 35 كيلو متر في الساعة في 24 ساعة، اليوم يتالف من 24 ساعة. 35 في 24 ساعة يساوي 840 كيلو متر، يعني الريح تقطع في اليوم الكامل في 24 ساعة 840 كيلو متر هذا اذا كانت الريح رخاء في سرعتها الاعتياديه وبحسب ما اخترته من معدل متوسط 35 كيلو متر في الساعه 35 كيلو متر في 24 ساعه انها ساعات اليوم الناتج 840 كيلو متر هذا ما تقطعه الريح في يوم واحد اذا كانت سرعتها 35 كيلو متر في الساعه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر نحن عندنا شهر نضرب 840 في 30 يوم الشهر النموذجي والاعتيادي يتألف من ثلاثين يوما 840 وأربعين في ثلاثين الناتج خمسة وعشرين ألف كيلومتر فالريح التي سرعتها خمسة وثلاثين كيلومتر في الساعة في شهر واحد تقطع هذه المسافة خمسة وعشرين ألف كيلو كيلومتر. نحن عندنا الغدات كما بينت لكم قبل قليل في أقصى ما تكون في بلاد الشام في بلاد الشرق الأوسط في أقصى ما تكون ساعتان نقسم خمسة ألف على اثنين الناتج. اثنا الف و ستميه الف و كيلو متر كان الكرسي الطائر يقطع في الساعه الواحده هل هناك من طائره في زماننا تفعل هذا في الساعه الواحده في الساعه الواحده عشر ألف أو ستميت كيلومتر خلال ساعتين خمسة وعشرين ألف أو كيلومتر في وقت الغداء القرآن هو الذي يقول ما أنا الذي أقول والقرآن حدثنا عن ريح تجري رخاء بأمره كما في سورة ص وبحسب ما هو ثابت في علم الطقس فهذه هي حركة الرياح الطبيعية خمسة وثلاثين كيلومتر في أربعة وعشرين ساعة ثمانمية وأربعين كيلومتر في اليوم الواحد ثمانمية وأربعين كيلومتر في ثلاثين يوم شهر خمسة وعشرين ألف ومئتين هذا يقطع في الغدات الغدات في أقصى ما تكون ساعتان نقسمها على ساعتين على اثنين خمسة وعشرين ألف ومئتين تقسيم اثنين 12600 عشر ألف وستمائة كيلو متر في الساعة سرعة الصوت سرعة الصوت قطعا نحن لا نقارن مع سرعة الضوء الضوء سريع جدا نقارن مع سرعة الصوت لان الاجسام البشريه والاجسام الحيوانيه في سرعه الضوء ستتفتت لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع الفيزيائي الحديث عن سرعه الصوت سرعه الصوت التي يعرفها الفيزيائيون ألف وميتين وخمسة كيلومتر في الساعة، ألف وميتين وخمسة كيلومتر في الساعة. كرسي سليمان الطائر بساطه الطائر 12600 ألف يعني أكثر أكثر من عشرة أضعاف سرعة الصوت هذا في حال السرعة البطيئة في حال السرعة الهادئة قارنوا قارنوا سرعة الصوت 1235 كيلو متر في الساعة كرسي سليمان الطائر في حال سرعته البطيئه الهادئه مثلما عبر القرآن رخاء حينما تجري الريح بأمره رخاء السرعه في الساعه 12600 كيلو متر اكثر من عشره اضعاف من سرعه الصوت اذا كانت السرعة العاصفة وأنا أخذت أقل مقدار كان بإمكاني أن أحسب أكثر من مئتي كيلو متر في الساعة لكنني جعلت الحساب وفقا لمئة كيلو متر في الساعة أيضا نضرب مئة كيلومتر في اربعه وعشرين ساعه ليوم واحد الناتج الفين واربعمائه كيلومتر الريح تقطع هذه المسافه في يوم واحد اذا كانت سرعتها مئه كيلومتر الفين ايضا نضربها في ثلاثين إنها أيام الشهر ولسليمان الريحة غدوها شهر ورواحها شهر 2400 في 30 الناتج 72 ألف كيلو متر الغداة أو العشي الغداة أقصى ما تكون ساعتان والعشي كذلك نقسم ألف على 2 الناتج 36000 كيلو متر في الساعه هذه السرعه العاصفه وهي تكون اكثر من ذلك فسرعه الريح في حدود 100 كيلو متر ما هي بعاصفه قوية جدا العاصفة القوية جدا تتجاوز 250 كيلو متر هذه العواصف الهائلة هذه العواصف التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز المئتين كيلو متر في كثير منها اثنين وسبعين ألف تقسيم اثنين إما هو وقت الغداة أو وقت العشي ستة وثلاثين ألف كيلو متر في الساعة إذا نظرنا إلى سرعة الصوت ألف ومئتين وخمسة وثلاثين كيلو متر في الساعة تكون السرعة حدود ثلاثين ضعف 30 ضعف لسرعة الصوت هذا في السرعة العاصفة وأنا قد افترضتها في أقل ما يمكن في مئة كيلو متر ما يقرب من ثلاثين ضعف بالقياس إلى سرعة الصوت أية سرعة هذه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر الإمام الصادق يقول كانت الريح تحمل كرسي سليمان فتسير به في الغدات مسيرة شهر وبالعشي مسيره شهر هل هذا غريب هذا غريب ولكن هناك الاغرب بعد الفاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة, وفاطمه فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء, الأشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء, يشاء إلا أن يشاء الله, الله تبارك وتعالى. وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من تفسير القمي انها طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان صفحه خمسميه وثمانين امامنا الصادق يقول جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه هذا هو الجهاز الكنترول يمكننا ان نتصور الفكره بمثال يكون مقربا ومبعدا في الوقت نفسه انها الحقيبه الرئاسيه التي يصطحبها الرئيس الامريكي معه في الظروف الحرجه التي تمر فيها البلاد قلت لكم مثال مقرب من وجه ومبعد من وجه اخر جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه نحن عندنا في رواياتنا خزانه الامام خاتمه ما المقصود من ذلك نحن لا نتحدث عن الخزانه الذاتيه للامام الخزانه الذاتيه للامام قلبه والامام هو قلب الله كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انا قلب الله الواعي الروايه في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق امير المؤمنين هو الذي يقول انا قلب الله الواعي انا اتحدث عن خزانه خارجيه عندنا في الروايات ان مواريث النبوه ودلائل الامامه وهي شؤون ماديه حسيه خارجيه الامام لا يحتاجها لنفسه وإنما يحتاجها لشيعته هذه التي يصطلح عليها مواريث النبوة ودلائل الإمامة الإمام يحتفظ بها في خاتمه في فص خاتمه نحن نتحدث عن مقدار كبير من المواريث والدلائل هذا موضوع فيه تفصيل كثير لا اريد ان اخوض فيه الان لكن الكلام جر الكلام جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه هذا هو الكنترول قطعا هذا الخاتم ليس كهذا الخاتم الذي في يدي نحن نتحدث عن كنترول وهذا الخاتم هو جزء من مواريث النبوه ودلائل الامامه ايضا واحد خزائن الامام المعصوم لحفظ هذه المواريث هو فص خاتمه قميص يوسف والذي هو في الاصل قميص ابراهيم الذي نزل به جبرائيل على ابراهيم حينما ألقي في النار وهو قميص يوسف الذي شم رائحته يعقوب وهو في فلسطين حينما اخرج القميص وسلمه لاخوته ويوسف في مصر الحكايه مفصله مفصله جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه فكان اذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين الشياطين صنف من الجن لكنهم أدهى لكنهم أذكى يمتلكون من القدرات الهائلة هؤلاء هم الجن الطيارة الذين يجلسون مجالس ومقاعد للسمع يسترقون السمع عند ثغور حدود السماء وكانوا يخترقون السماوات قبل مولد محمد صلى الله عليه وآله فكان اذا لبسه اذا لبسه بدأ وقت العمل الرسمي وهذا مركز الكنترول وكل الخطوط السلكية ولا سلكية ترتبط بالكنترول فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش الوحش أيضا هم جزء من عسكر سليمان لكن الايات ذكرت الطيره لخصوصيه فيه وقد حدثتكم عن خصوصيه الطيور التي اشارت اليها ايات القران في الحلقات المتقدمه انا لا استطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الوقت الضيق الذي هو طويل بالقياس إلى البرامج الاعتيادية، البرامج الاعتيادية الحلقة لا تتجاوز الساعة وأنا في كل حلقة أكاد أن أقترب من الثلاث ساعات فكان اذا لبسه اذا لبس خاتمه حضرته الجن والانس والشياطين وجميع الطير والوحش واطاعوه هذا هو الكنترول فيقعد على كرسيه على كرسيه على كرسيه الطائر ليس المراد هنا من كرسيه الكرسي الذي يجلس عليه في قصره أو في مجلس حكمه وملكه الحديث هنا عن الكرسي الطائر الذي تارة يطير بسرعة الرخاء وتارة يطير بسرعة العاصفة وقطعا ما بين هذا وهذا هناك سرعة وسرعة وسرعة فيقعد على كرسيه وبعث الله عز وجل رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والإنس والدواب والخيل الدواب والخيل انها الوسائل العسكرية لقواته ولجنده كل هذه الاعداد الهائله تكون موجوده على كرسيه الطائر على بساطه الطائر فتمر بها في الهواء في الهواء في الفضاء رياح تمر في الهواء المراد من الهواء الفضاء فالعرب تسمي هذا الفراغ تسميه الهواء الهواء يعني الفضاء وفي الحقيقه ما هو بفراغ هذا مكان هذا البعد المكاني للاشياء بل هو البعد الزمكاني للاشياء كما يصطلح عليه في الفيزياء او قد يقال له البعد المجرد في الفيزياء القديمه في الفلسفات القديمه وقد يقصد من البعد المجرد شيء اخر لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل وبعث الله عز وجل رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والانس والدواب والخيل فتمر بها في الهواء في الفضاء الى موضع يريده سليمان وكان يصلي الغداة بالشام انه يصلي الصبح قبل ان يتحرك بكرسيه الطائر، صلاة الغداة هي صلاة الفجر. تسمى صلاة الفجر، تسمى صلاة الصبح، تسمى صلاة الغداة. وكان يصلي الغداة، يصلي صلاة الفجر بالشام في عاصمته. ويصلي الظهر بفارس. في بلاد ايران ويصلي الظهر بفارس الروايه طويله انما اردت ان اخذ هذه اللقطه كي ترابط بين ما جاء في الروايه وما جاء في الايات وما حسبته لكم من سرعة الريح الرخاء والعاصفة تذكروا من أن الكرسي الطائر هذا يتحرك بما يقرب من ثلاثين ضعف من سرعة الصوت إذا كان يتحرك بالسرعة العاصفة وسرعة الصوت ألف ومئتين خمسة كيلو متر في الساعة فهو يتحرك بسرعة ستة وثلاثين ألف كيلو متر في الساعة وإذا كان بحسب السرعة الهادئة السرعة الرخاء يتحرك بسرعه 12600 كيلو متر في الساعه اكثر من عشره اضعاف سرعه الصوت التي هي 1235 كيلو متر في الساعه اعيد قراءه الروايه مره اخرى عليكم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جعل الله عز وجل ملك سليمان في خاتمه فكان إذا لبسه حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش وأطاعوه مثل ما قلت لكم ارتباطات سلكية ولا سلكية في جميع الاتجاهات والكنترول بيد سليمان فيقعد على كرسيه على كرسيه الطائر وبعث الله عز وجل رياحا تحمل الكرسي بجميع ما عليه من الشياطين والطير والانس والدواب والخيل فتمر بها في الهواء في الفضاء الى موضع يريده سليمان وكان يصلي الغداة يصلي الفجر بالشام ويصلي الظهر بفارس هو يتحكم بسرعه كرسيه الطائر هذا أنا لا أحدثكم من قصص الخيال العلمي، ولا أحدثكم من الميثولوجيا الإغريقية، من أساطير الإغريق، ولا أحدثكم من قصص السندباد البحري، أو من قصص ألف ليلة وليلة. أنا أقرأ عليكم من القرآن وقد فسرت لكم الآيات بحسب ظواهرها من اللغة وحينما رجعت رجعت إلى أحاديثهم في أهم كتبنا الحديثية نحن نتحدث عن تفسير القمي عن علي ابن إبراهيم القمي عن قمة من قمم التشيع وهذه أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم وهكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نلتزم بقرآنهم وأن نفسره بحسب قواعد تفسيرهم صلوات الله عليهم وحينما حدثتكم عن السرعة فإنني حدثتكم عن حقائق العلم المعاصر التي ثبتت بالقطع وبالبحث والتحقيق فأنا لا أحدثكم عن خيال أحدثكم عن حقائق هذه معطيات حقائق نحن ما شاهدناها هذا امر اخر الناس الذين عاشوا في الستينات او السبعينات لو بعثوا من قبورهم الان هل يستطيعون ان يعيشوا حياتنا صدقوني الذين ماتوا في الثمانينات الذين كنت اعرفهم لو رجعوا للحياه في زماننا هذا لا يستطيعون ان يعيشوا التكنولوجيا الموجوده الان التي هي معجزات لو ان احدا حدث بها اناسا في الاجيال السابقه هل يصدقون ذلك لا يصدقون ذلك هذه حاله استثنائيه لدوله استثنائيه انها الدوله السليمانيه التي هي وسيله ايضاح مصغره للدوله القائميه المهدويه من هنا فان القران يحدثنا عن تفاصيلها ومن هنا فإن الأئمة يصفون لنا تفاصيلها بهذه الدقة لازلت أقرأ عليكم من تفسير القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه صفحة خمسمية أو واحد وثمانين. هو يقول: وحدثني أبي عن أبي بصير عن أبان عن أبي حمزة إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن الأصبغي ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث عن أمير المؤمنين. الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه هنا يحدثنا علي بن إبراهيم القمي عن أبيه وحدثني أبي عن أبي بصير عن أبان عن أبي حمزة إنه الثمالي عن الأصبغي ابن نباتة عن أمير المؤمنين الإمام يقول سيد الأوصياء خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس من فلسطين خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس هذا هو الاسم المشهور عند الناس والا في ثقافه اهل البيت فان بيت المقدس له دلاله اخرى لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس من فلسطين ومعه على كرسيه على كرسيه الطائر على بساطه الطائر هذا البساط تحدثنا بعض الروايات من انه كان مصنوعا من الخشب قطعا بطريقه مميزه بطريقه خاصه خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس ومعه ثلاثمائة ألف كرسي عن يمينه عليها الإنس الآدميون قواته الآدمية ثلاثمائة ألف ثلاثمئه الف كلهم يجلسون على كراسي ايه وسيله نقليه هذه خرج سليمان ابن داود هل هذا عجيب سفينه نوح جمع فيها كل الحيوانات هذه هي عجائب الانبياء هذه عجائب الانبياء من شيعه محمد وال محمد صلوات الله عليهم اجمعين خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس ومعه ثلاثمائة ألف كرسي عن يمينه عليها الإنس وثلاثمائة ألف كرسي عن يساره عليها الجن وأمر الطير فاظلتهم الخيول الدواب الطعام الاسلحه الوسائل ما يقال له اللوجستيك اللوجستيك لابد ان يكون عظيما هائلا بحسب هذه الاعداد الهائله ثلاثمئه الف من الإنس و300 ألف من الجن وهناك الطيور وهناك الوحش مر علينا في حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فكان إذا لبسه إذا لبس الكنترول الخاتم حضرته الجن والإنس والشياطين وجميع الطير والوحش فيقعد على كرسيه وهذا الكرسي يحمل ما يحمل من الشياطين والطير والانس والدواب والخيل هكذا مر علينا في حديث الامام الصادق قبل قليل خرج سليمان ابن داود أمير المؤمنين يقول من بيت المقدس ومعه ثلاثمائة ألف كرسي عن يمينه عليها الأنس وثلاثمائة ألف كرسي عن يساره عليها الجن وأمر الطير فأضلتهم وأمر الريح فحملتهم امر الريح لا ان يقول للريح طيري بنا انها الوسائل والاسباب وامر الريح فحملتهم حتى ورد ايوان كسرى في المدائن في العراق عند بغداد حتى ورد ايوان كسرى في المدائن ثم رجع فبات فاضطجع رجع من ذلك المكان ثم رجع فبات فاضطجع رجع مساء ثم غدا عند الصباح فانتهى الى مدينه تركاوان هذه المدينه بهذا الاسم لا وجود لها في زماننا وانما هناك مدينه ذكرت في التاريخ قريبه من مدينه مر يقال لها تركان قد تكون هي هذه قد تكون مدينه اخرى لا ادري لكن لا يوجد في زماننا مدينة ولا توجد اثار مدينة بهذا الاسم اما ان تصحيفا حدث في هذا الاسم واما المراد منها مدينة تركان التي هي في خراسان قديما كانت واما انها كانت وزالت مثل ما زالت الكثير من المدن والبلاد ثم غدا فانتهى الى مدينه تركاوان ثم امر الريح فحملتهم حتى كادت اقدامهم اقدام الذين كانوا على البساط الطائر حتى كادت اقدامهم يصيبها الماء لانها حينما نزلت نزلت بمستوى ماء البحر ثم امر الريح فحملتهم حتى كادت اقدامهم يصيبها الماء مرادي لما نزلت لما نزلت في حركتها ما بين نزولها وصعودها ثم امر الريح فحملتهم حتى كادت اقدامهم يصيبها الماء وسليمان على عمود منها كان في مكان مرتفع فقال بعضهم لبعض: هل رايتم ملكا قط أعظم من هذا وسمعتم به فقالوا ما رأينا ولا سمعنا بمثله فنادى ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة في الله أعظم مما رأيت هذا هو التعظيم التعظيم عند محمد وآل محمد فنادى ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة في الله اعظم مما رايتم اقرأ الرواية مرة اخرى عليكم تدبروا فيها تدبروا في عظمة ملك سليمان وملك سليمان لا قيمة له في ملك القائم صلوات الله وسلامه عليه. ثواب تسبيحة ثواب تسبيحة في ظل ولاية قائم أهل محمد هي أعظم من ملك سليمان. فهذا الملك الذي نادى فنادى ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة يتحدث عن تسبيحة كاملة والتسبيحة الكاملة لن تكون الا في ظل ولاية القائم المهدي في اليوم الاول من ايام الله في يوم الخلاص هناك تكون التسبيحة كاملة لماذا؟ لان ايماننا ناقص ايماننا في غيبته قصر وديننا قصر وصلاتنا قصر حتى لو كانت تماما وصيامنا قصر حتى لو كان تماما كل شيء عندنا قصر الا انت يا تمام اليوم اكملت لكم دينكم هذا المعنى يتجلى في اعمق معانيه حينما يتجلى لنا الغدير الثاني في يوم الخلاص. اليوم اكملت لكم دينكم عند ظهور الحجه ابن الحسن واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. حينما يظهر الامام والا في الغدير الاول ارتدت الامه هذا المعنى تجلى في الغدير الاول بدرجه من الدرجات لكنه سيتجلى في اوضح صوره في يوم الخلاص فكل شيء من بعدك يا تمام كل شيء قصر ايماننا قصر وديننا قصر وعقلنا قصر لذلك حينما ياتي سيكمل عقولنا ايماننا قصر بعدك يا بقيه الله وديننا قصر وحجنا قصر وجهادنا قصر وصلاتنا قصر ونحن قصر يا تمام صلوات عليك وسلام وسلام وسلام, وسلام نذهب الى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا أعيد قراءة الرواية عليكم كي تتدبروا في مضمونها وتذكروا قضية السرعة العاصفة والسرعة الرخاء هذا التكوين بهذه الأعداد الهائلة وبهذا اللوجستيك العملاق يتحرك في حال السرعة الرخاء بسرعة 12600 كيلومتر في الساعه وربما أكثر من ذلك بحسب الفرضية التي افترضتها وفي السرعة العاصفة يتحرك بسرعة 36 ألف كيلومتر في الساعة ما يقرب من 30 ضعف من سرعة الصوت أمير المؤمنين يقول خرج سليمان ابن داود من بيت المقدس من فلسطين ومعه ثلاثمائة ألف كرسي عن يمينه عليها الإنس وثلاثمائة ألف كرسي عن يساره عليها الجن وأمر الطير فأظلتهم وأمر الريح فحملتهم حتى ورد إيوان كسرى في المدائن حتى ورد إيوان كسرى في المدائن يشير الى الموضع الى المكان ثم رجع فبات فاضطجع ثم غدا فانتهى الى مدينه تركاوان ثم امر الريح فحملتهم حتى كادت اقدامهم يصيبها الماء وسليمان على عمود منها فقال بعضهم لبعض هل رأيتم ملكا قط اعظم من هذا وسمعتم به فقالوا ما رأينا ولا سمعنا بمثله فنادى ملك من السماء ثواب تسبيحة واحدة في الله اعظم مما رأيتم انها تسبيحة مثالية تتحقق في عصر القائم صلوات الله وسلامه عليه ثواب تسبيحة اعظم اعظم من ملك سليمان فكم هي عظمة ملك القائم صلوات الله وسلامه عليه كم هي عظمة هذا الملك ساذهب بكم الى سوره النمل الى لقطه هي الاعظم بين اللقطات التي ذكرت في شؤون دوله سليمان قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ بعرش بلقيس. قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. هذه غرفه العمليات مقر القياده. هذا اجتماع سري. هذا الكلام ليس علنيا الحضار هم خاصه الجن والانس قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين بطريقه سريه قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك قبل انتهاء الاجتماع واني عليه لقوي امين قد يكون منفذا للماموريه لوحده او ربما مع اعوانه من الجن قال عفريت من الجن انا اتيك به لكن سريه تقتضي ان يقوم هو لوحده بهذا العمل ان ينفذ الماموريه لوحده قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب آصف ابن برقيه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك انها سرعه فائقه اسرع من الضوء هذا الامر الاعظم الذي جرى في دوله سليمان حركه البساط الطائر كانت اسرع من الصوت ولكن ما قيمه سرعه الصوت الى سرعه الضوء سرعه الضوء سرعه تتجاوز الخيال قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو القضيه سريه قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو الى اخر تفاصيل ما جاء في سوره النمل فانا لست بصدد الخوض في كل التفاصيل انما هي لقطات هذه اللقطه التي استوقفت سليمان. كل العظمه المتقدمه التي عكستها لنا اللقطات السابقه ما استوقفت سليمان مثلما استوقفت هذه اللقطه سليمان. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك انها سرعه اسرع من الضوء فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي هذا التفصيل من الكلام ما قاله سليمان عند سرعه بساطه الطائر التي في السرعه العاصفه تقترب من ثلاثين ضعف من سرعه الصوت لكننا نتحدث هنا عن سرعه الضوء سرعه الضوء هائله لا وجه للمقايسه بين سرعه الصوت وسرعة الضوء. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم كل هذه العظمه في هذه اللقطه هي لحرف واحد من حروف الاسم الاعظم اتحدث عن علم الاسم الاعظم وعلم الاسم الاعظم هو من تجليات الاسماء الحسنى والاسماء الحسنى هي من تجليات الاسم الاعظم 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 علم الاسم الاعظم من اثار الاسماء الحسنى والاسماء الحسنى هي من تجليات الاسم الاعظم 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 الذي خلقه فاستقر في ظله خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره هكذا نقرا في ادعيتهم في رواياتهم في احاديثهم الشريفه فاصف عنده حرف من حروف علم الاسم الاعظم فكانت هذه العظمه هل هناك من وجه للمقايسه مع الذي تحدثت عنه سوره الرعد في اخر ايه فيها ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب لا وجه للمقايسة الذي عنده علم الكتاب علمه هو علم الله الآية ساوت بين الشاهدين ولا بد لعلم الشاهدين أن يكون واحداً ويقول الذين كفروا لست مرسلا الحديث عن محمد الذي هو عنوان للحقيقه المحمديه العظمى للاسم الاعظم 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 الاعز الاجل الاكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى فاستقر في ظله فلا يخرج منه الى غيره فمحمد عنوان ذلك الاسم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الشاهد الاول الله سبحانه وتعالى والشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب علي صلوات الله وسلامه عليه وما عند علي فهو عند القائم صلوات الله وسلامه عليه ما لاولكم فهو لاخركم وما لاخركم فهو لاولكم اولكم محمد اوسطكم محمد اخركم محمد كلكم محمد فما لاولكم هو لاخركم وما لاخركم سادتي ال محمد ما لاخركم هو لاولكم الشاهد الاول هو الله والشاهد الثاني علي انها شهاده على موضوع واحد فلا بد للشاهدين ان يكون علمهما واحدا متساويا في نفس المستوى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فعلم الله فاض به على محمد وال محمد فعلم الله هو علم علي وعلم علي هو علم الله ولكن بفيض من الله علم الله هو علم الله وعلم علي هو علم الله ولكن بفيض من الله لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك هذا هو التعظيم لاحظوا عظمه الدوله السليمانيه لكننا اذا اردنا ان ننظر الى محمد وال محمد لا قيمه للدوله السليمانيه من اولها الى اخرها سليمان لم يكن محيطا بالمعلومات التي جاء بها الهدهد سليمان كان محتاجا لعلم الهدهد بمواضع الماء في باطن الارض سليمان كان محتاجا لمعرفه صدق الهدهد من كذبه مرت علينا الايات ولا اريد ان اعيد قراءتها عليكم لكننا نقرا في سورة ياسين في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين سليمان وآصفه ودولته وملكه وخاتمه كنتروله سيكون شيئا يسيرا في دائرة الإحصاء هذه وكل شيء وكل شيء وكل شيء احصيناه في امام مبين امير المؤمنين هو الذي يقول انا ذلك الامام المبين ومن يكون غيرك يا امير فانت والله الامام المبين وانت انت ومن غيرك يا أمير وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إذا ما ذهبنا إلى سورة الشورى والى اخر ايتين فيها الايه الثانيه والخمسون والايه الثالثه والخمسون بعد البسمله الايه الثانيه والخمسون من مصادق الايات الواضحه بحسب قاعده نزول القران باياك اعني واسمعي يا جار الخطاب لفظا لمحمد ومعنى ومضمونا للامه لي ولكم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا الخطاب لفظا لمحمد صلى الله عليه واله مضمونا هو للامه انا فتحنا لك فتحا مبينا لماذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك فهل كانت النعمه ناقصه حتى تتم على رسول الله. نحن نعمتنا ناقصه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. يا علي ان الله نسب ذنوب شيعتك الي وغفرها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر انها ذنوبي وذنوبكم التي تنسب الى رسول الله اذا كنا من شيعه علي كي تغفر هذه الذنوب وهذه هي الشفاعه الشفاعه كما يقول صلى الله عليه واله لاهل الكبائر من امتي هي هذه الشفاعه هذا هو تصوير لشفاعه محمد صلى الله عليه واله سورة الفتح تتحدث عن شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ما بعد البسملة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فهل النبي بحاجة إلى هداية وهل النبي بحاجة إلى إتمام النعمة عليه وهل النبي عنده ذنوب متقدمة ومتأخرة وهو بحاجة إلى أن تغفر له هذه الذنوب إذا ما الفارق فيما بيني وبينه إذا هو محمد وانا محمد ايضا ولربما اكون افضل منه قد تكون ذنوبي اقل عددا من ذنوبه اذا ما هو الفارق فيما بيني وبينه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ذنوب متقدمه وذنوب متاخره هذا يعني ان الذنوب مستمره على طول الخط وهو بحاجه الى المغفره وهو بحاجه الى اتمام النعمه عليه بعد ان تغفر ذنوبه الكثيره المتقدمه والمتاخره وبحاجه الى ان يهدى الى الصراط المستقيم ما محمد هو الصراط المستقيم محمد هو الصراط المستقيم فكيف يهدى الى الصراط المستقيم هذا هو القران نزل باياك اعني واسمعي يا جار ليغفر لك الله هذا انا انتم ذنوبنا نسبت الى محمد يا علي ان الله نسب ذنوب شيعتك الي وغفرها ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان هذا انا الامه الامه لا تدري ما الكتاب ولا الايمان وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا هذا الوحي جاءنا عبر محمد صلى الله عليه واله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك وانك لتهدي الى صراط مستقيم. هذا الخطاب لي ولكم ايضا نحن بامكاننا ان نهدي الاخرين الى صراط مستقيم. ما معنى احياء امرهم؟ امرونا باحياء امرهم احياء امرهم ان نكون سببا لهدايه الاخرين الى صراطهم المستقيم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين هذه الايه لا اريد ان اخف عندها طويلا انما مقصدي الايه الثانيه تلك الايه كانت مقدمه وانك لتهدي الى صراط مستقيم الصراط المستقيم هذا عنوان خاص في الكتاب الكريم بحسب ثقافه الكتاب خاص بامير المؤمنين اينما وجدتم هذا العنوان الصراط المستقيم انه علي الايه الثانيه آيه تحدثت بشكل واضح عن علي سنقراها بعد الفاصل عن الهيثم, الهيثم بن واخت عن مقرن قال سمعت ابا الله عبد الله امامنا الصادق صلوات الله عليه يقول جاء ابن الكوائي الى امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال يا امير المؤمنين وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم فقال نحن على الاعراف نعرف أنصارنا, انصارنا بسيماهم ونحن الاعراف الذي لا يعرف الله عز, الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا, معرفتنا ونحن الاعراف يعرفنا الله عز وجل, عز وجل يوم, يوم القيامة, القيامة على الصراط فلا يدخل الجنه الا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار الا من انكرنا وانكرناه ان الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه, والوجه الذي يؤتى من, يؤتى من فمن عدل عن ولايتنا, ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط, عن الصراط لناكبون, لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا, ولا سواء حيث سوار ذهب الناس, الناس, إلى الناس إلى عيون, عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب الينا الى عيون صافيه تجري بامر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع وانك لتهدي إلى صراط مستقيم آخر آية من سورة الشورى صراط الله هذا الصراط المستقيم هو هو صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط جرت بحرف الجر ومستقيم صفه لصراط صراط الله هذا بيان عطف بيان وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله صراط هنا لماذا جرت لانها عطف بيان وعطف البيان هو تفسير لما قبله هكذا تعرب إلى حرف جر صراط مجرور بحرف الجر مستقيم صفة لصراط تكون مجرورة صراطي هذا عطف بيان وقد يكون بدلا والمعنى واحد يمكن أن يكون بدلا وإنك لتهدي إلى صراط الله والمعنى واحد وانك لتهدي الى صراط مستقيم. والبدل ايضا ياخذ الحركه الاعرابيه لسابقه. وانك لتهدي الى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. ختام الحديث ما جاء في تفسير هذه الايه عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار ابي جعفر الصفار محمد بن الحسن من اصحاب امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والطبعه طبعه مؤسسه النعمان بيروت لبنان صفحة 112 الحديث السادس عشر بسنده عن ابي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تبارك وتعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعني عليا إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه ألا إلى الله تصير الأمور أقرأ الرواية مرة أخرى وبعد ذلك أودعكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه في قول الله تبارك وتعالى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يعني عليا إنه جعل عليا خازنه على ما في السماوات وما في الأرض من شيء وأتمنه عليه ألا إلى الله تصير الأمور ختام قولي قارنوا، قارنوا بين مسار التعظيم ومسار التقزيم. قناة القمر تقدم لكم مسار التعظيم وحوزة النجف ومرجعية السيستاني تقدم لكم مسار التقزيم يمكنكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. قارنوا بين ما تقدمه قناة القمر وبين ما تقدمه قنوات السيستاني والشيرازي وسائر المراجع الاخرين، قارنوا ستكتشفون الامر بانفسكم. المشروع المهدوي تذكروا عنواننا ما بين التعظيم والتخزيم. ماذا تختارون؟ تختارون مسار التعظيم ام تختارون مسار التقزيم لا زال الحديث متواصلا المطالب الاهم لا زالت في الطريق نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله